على كل حال انا كما قال جد سعيد باسكو نقدر نقول لكم باللي مسيره طويله وربما ماشي ربما هذه لاول مره على كل حال نحضر هذا وانا حسيت روحي باللي لاباس الحمد لله كما قال انا على كل حال انا فرحان ما صراحه انا من العهده تاع رئيس الجمهوريه سي عبد المجيد تبون ووزيره الثقافه السيده سوريا مولوجي هذا وين حسيت باللي راني عاود تحيت من جديد هالشير الحاجه اللي تبدلت صراحه رانا نشوفوا كاين اهتمام بزاف في الفنان لمحيث البطاقه تاع الشفاء على كل حال هذه مشكله تاع بطاقه تاع الشفاء الفنان ماهوش يدوموندي بطاقه الشفاء الفنان راه يدوموندي يخدم هو يخلص على روحه ولا الدوله دير له عمل باسكو هذا الفن دوكا في بلادنا دوك قالتها حاسبه عمر روش خبزه سي فري راهو خبزه الفن راهو خبزه الحمد لله نقولوا رانا ناكلوا منها الخبز الحمد لله ولكن نتمنى ان شاء الله يكثرون العمل حنا رانا لا خدمه لا والو سالم قال لك انا كنت معروف بالنكت حتى النكت كاين لا خدمه كل يوم نحكي عباك ولينا استاقنينا في رسالنا ولينا ما كانش جديد ما كانش تتعب حنا حابين نخدموا انا التكريمات هذو ما يهمنيش انا يهمني نخدم دير لي عمل خدمني ذراع عليا كما الشركه نوض الصباح نخدم ما نخدمش سي بون قال هذا نتمنى ان شاء الله السلطه تزيد تراعي الفنان حاب يخدم الفنان ماهوش حاب تكريمات ملاح يشجعونا ولكن حابين نخدموا حتى حنا عندنا عائلات انا شويه كون ميم راني بالك نافيغا على روحي من هنا مع القنوات الحمد لله نخدم في قناه ولكن كاين بزاف فنانين ممثلين ماهمش يخدموا مساكن شونتاري نجم يغني ولكن لي كوميديا مساكن نقولوا مساكين بهذه العباره حنا نقول لكم انتم بارك الله فيكم داكو تعطوا ثاني اهتمام الفنان نتمنى ان شاء الله الشعب يزيد يشجعنا ما يزيدش يقهرنا باسكو ديجا رانا مقهورين نتمنى الشعب الجزائري ما يزيدش خلونا من هذه لي كومونتير اللي تعبونا حنا حابين نعيشوا حنا عندنا عائلات قل خيرا اصمت انا تكتب لي كومونتير يضرني ننظر انا عندي مرتي تقراه ولدي يقراه كفانا الله يحفظكم انتم بارك الله فيكم نقول للفنان الجزائري ان شاء الله تعبوا ماشي هاد اللقاءات من بعد نتلاقاو اوكي راك عمري صافا لاباس غايا ومن بعد عام ما نتلاقاوش نتمنى ان شاء الله كما قال شكرا للوزاره وشكرا للرئاسه اللي عطات اهتمام كبير للفنان الجزائري وانتم الصحافه ربي معكم ربي يعطيكم الصحه نموت عليكم شكرا.